تشكل السقارة أو القنص بالصقور رابط وثيق بماضي الإمارات العريق الذي يجسد المجد والشجاعة، ونحن اليوم في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية لنغطي لكم معرض الصقور، خلكم ويانا. اليوم عدد مميز جدا وحدث نشهده لأول مرة في معرض أبو ظبي للصيد الفروسية، مزاد يقام على عدد كبير جدا في فترة محدودة، عدد 63 طير اليوم والأيام القادمة أعداد مماثلة. نوع الطيور جيرات بيورات، جيرات قراميش، جيرات شواهين، جيرات بريرا، شاهين من شاهين، جميع أنواع الطيور تقريبا تعرض في مزاد معرض الصيد الفروسية الدولي في أبوظبي. المزاد قائم عليه عدة أشخاص مميزين واختيارات مميزة لطيور مميزة. المزرعة مزرعة بروفالكن غنية عن التعريف، دماءها وصولها من أفضل الدماء على مستوى العالم، بالإضافة عندنا اليوم هذا العدد والأيام القادمة أعداد أكبر. في نهاية المعرض سوف يقام مزاد على نوع نادر جدا، طير ألترا وايت، يعني فائق البياض، شديد البياض. الصيد بالصقور هواية تتوارثها أجيال الإمارات جيل بعد جيل، وهذا ما حدثنا عنه أحد زوار المعرض. قديما الله يسلم كانت الشغلات بدائية، الطير تقتنيه من سوق أو تقتنيه من الطبيعة أو ما شابه ذلك، وتأخذ معه فترة لين تجهزه، تربي بالطير لين الطير يغدي الله يسلمك، يعني ما تواجه صعوبة فيه في مرحلة تدريبه، وبعد مرحلة التجهيز أو بعدين التعليم، تعلم الطير كيف يصطاد في العصر القديم، والأعداد كانت قليلة جدا، وبعدين كان الطير ما ينوجد، يعني عدده قليل، ينذكر عند كذا شخص، عدد قليل جدا في المرحلة القديمة، ورحلتهم كانت بسيطة، كانت حتى المشاوير اللي يطلعونها كانت قريبة، ما يتعدون مسافات بعيدة، لكن في الوقت الحالي اتطورت هذه. كما يعد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، المتخصص بقطاع الصيد والفروسية والذي يساهم في تعزيز التراث الثقافي والترويجي له.